السلام عليكم. دا هو واد النكور اللي صورناه الى من الفوق. دابا غنشوفوا هذه المنطقه والطبيعه ديالها. كان واحد المنظر غزال هنا بزاف كما كتشوفوا. كما كتشوفوا زوين طبعا. شوف الدراري راه كيلعبوا الكره ولا شنو كيلعبوا. واحد المنظر غزال. ما تشوفوا هاد الديور هنايا وهاد الطريق الكبير هنايا. الناس ساكنين هنا كما كتشوف. الصبار هنا تبارك الله موجود. تبارك الله زوين المنظر غزال بزاف. ها كما كتشوفوا الجبال. ها نشوفوا تحت. احنا غادي نشوفوا مع الطريق. نشوف شويه مع الطريق ونشوف الطبيعه اللي كاينه هنايا. ها كما كتشوفوا احنا غادي نمشيو شويه ولا نمشيو شويه بالسياره نشوفوا الطبيعه اللي كاينه هنايا مع الطريق. ها كما كتشوفوا الطبيعه زوينه تبارك الله. هذا هو واد النكور. راه هو كبير بزاف واحد المسافة طويلة بزاف طويلة بزاف. هاكم كتشوفو واحد المنظر غزال هنا بزاف. كما كتشوف الطبيعة هنا زوينة بزاف. الطبيعة كيف دايرة الطبيعة تبارك الله خيرة كاع. Exactly.
كما كتشوفوا حنا دزنا داك البلاصه، دابا حنا غادي تحت عاوتاني نشوفوا راه كاين مناطق اخرى. طبيعي الحمد لله راه كاين تبارك الله. كما كتشوفوا الطبيعة هنايا، طبيعة زوينة بزاف تبارك صورناكم شويه ديال الطبيعه. نتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.